بشو اختي حبيبتي عايزتني؟ عندي طلب صغير. طلب صغير او كبير، انت قولي انا بجيب لك طير الطاير. مش الي. لمين لكان؟ لجهاد. جهاد؟ انا بشرك انك تجاوب معي. بخصوص احلام كامل. ويا ريت تجاوب معي بتمني تاني. انت امار وانا بنفذ عمي. انك تتزوج. ليه؟ لانه السياسي لازم يكون عنده بيت وعيله، والناس بتحب يلي بيمثلهم بمجلس النواب يكون رجل مستقر. حتى لو كانت المرحومه زوجتي بنتك؟ حكمت، ما بدنا نرجع لورا. مهما تكون خسارتها كبيره خسارتي اكبر، ومهما الرجل زعل على زوجته الاب حيزعل اكثر. بدنا نستمر، شو بدنا نعمل؟ وبلكي ما كانت هاللي بدي اتزوجها عامل استقرار. بتضل تلاقي بنت عائله معروفه منك شخصيا. المهم حبها. المهم تتفاهم معها. الحب عند السياسي بيجي فيما بعد.
بالواقع عمي انا كثير متاثر بافكارك. تعرف انك انت مثال العالم. انت كمان فيك البركه، وما بنكر انك بلشت تعجبني، لانه كلامك هذا كلام دبلوماسي. وهذه الحقيقه، انت امور وانا منفس. انت امور يا حكمت، وانا كل امكانياتي تحت تصرفك. بالواقع صرت حابب اتزوج للاسباب اللي ذكرتها حضرتك مش اكثر. يعني اقتنعت بهالاسباب؟ اكيد. حتى اثبت لك هالشيء، انا جاهز اتزوج المره اللي حضرتك بتختار لي اياها. لا 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 ارجوك، انا مين اسم سوداويش؟ العفو، وانا قلت هيك عمي. بدي منك تفتح عينك منيح وتختار بنت العيله يلي بتوقف جنبك بمعركتك الانتخابيه يلي بدك تخوضها بدعمي انا. وقت بقول ان توقف جنبك بمعركتك الانتخابيه مش معناته عدد الاصوات يلي ممكن تجيب لك اياهم، لا، بصيت الحلو لحتى الاعلام ما يمسكك من كتفك اللي بوجعك ويمرمغ فيك وفي الارض. عمي انا واحلامي بين ايديك، لطالما اعتبرتني ابنك، ولطالما اعتبرتك البي والام من بعد ما توفوا اهلي. الله يرحم اللي خلفوك واللي ربوك. هيدا ظلم. بالعكس، الظلم بيوقع وقت الجهاد بتجوز بنت مش من مستواه. بس هي من مستواه، رح تتخرج سنة الجاية من الجامعة، بنت إدمية وأهلها أوادي، وبيا موظف عادي مثل ما قلتي، وإما أقل من عادية لأنها ست بيت، وأكيد رح تتوشني بأخبار البلا طعمة بالمستقبل. كيف بدي كاني أنا جده بهيك جازة وهو عم يحلم بمستقبل كبير لحفيده؟ إذا تزوج بنت بيحبها بيفقد هالمستقبل الكبير؟ وإذا قادر يتجوز بنت أفضل منها وأجمل وأغنى مش أفضل؟ يا أختي يا حبيبتي، الحب ما بيعترف بهيك معادلات. يا أختي يا حبيبتي، لطالما كنا بالاتجاه المعاكس بس نعالج هيك موضوع. وما بعرف ليه عم تحشري حالك بموضوع ما بيعنيكي. جهاد بيعنيني وبيعز علي. هيك كلام بيشجع إذا مثل ما عم بفهمه. جهاد بيعنيني كإنسان بحبه وبحترمه، ما بيعنيني لأنه ابن حكمت ولأنه ممكن صير خالته. ما أنت خالته. إيه بس مش مرت بيه. بكل الأحوال ما تتعبي راسك بموضوع جهاد، لأنك ما رح تحبيه قد ما بيه بحبه وقدي وقد جده. عمي شو رأيك بجنى؟ جنى؟ مين جنى؟ جنى أخت مرت عمي. أنت بتعرف قديش أنا بحبه وبحترمه. ليه؟ أولك بتقبل تكون مرتي؟ ولا بدك تسأل؟ يعني أنت موافق؟ موافق على شو؟ على أنه جنى أخت مرت عمي تصير مرتي. يا ابني أنا ما دخلني بحياتك الخاصة. بعرف انك ما بتحب تتدخل بحياتي الخاصة، بس اللي بعرفه كمان انه اذا تم هالشي بتباركه، او انا غلطان؟ لا لا مين غلطان، بس اذا هالشي بده يتم لازم يتم نتيجة تفاهم بينك وبين جنى. اكيد اكيد. و يا ريت بتحكيها مرت عمي. ليش ما بتحكيها انت؟ يعني بلكي كانت مرتبطة بحدا وتقوم تكسفني. على حد علمي انه مين مرتبطة بحدا. على كل حال بحكي مع هدى. أنا بشكرك عمي. على شو؟ على كل شيء. المهم تكون راضي عني. المهم أنت تكون راضي عن نفسك وتتصرف صح، وساعتها ما في شيء بيفرقنا إلا الموت. هدى، هذا هدى، هذا أهد. الحمد لله اليوم رايق. ليش انت ما كنت رايق؟ قصدي يعني منك معصب من الشغل. لا الحمد لله، اليوم ما كان في عندي شغل بالمكتب، كمان ما كان في عندي جلسه بمجلس النواب، مشان هيك مرتاح من كل شيء. اكيد في شيء خبريه حلوه مخبيه علي. نعم، في خبريه مخبيه عليك لمده 5 دقائق، وباعتبار انتهت الخمس دقائق صار فيني خبرك اياها. هيك لشوف. حكمت مره لعندي على المكتب. صهرنا؟ اي نعم. شو بده؟ بده يتزوج. ومين سعيد الحظ؟ يلي انا بختاره. هيك من الباب للطاقة؟ مثل ما عم بقلك. والعمل؟ يلي علي انا عملته، صار شغلك هلا انت. وهون المصيبة. ليش؟ لأنه جنى رافضة الزواج. شو بدك؟ هذا دلع. يا ريت انت. لا 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 لا،
أرجوك يعني عند الآخرة بدك تحوليني من رجل سياسي لسمسار زواج؟ لا عادل، ولو عملت منيح كفي معروفك. أنت بتعرف جنى منيح، ما بتسمع مني بتسمع منك أكتر. يعني أنت هيك بدك؟ مصلحة هيك بدها. تعرفي أنت السياسية مش أنا. اهلا فيك. تفضل. ويا ريت بنطلع من الرسميات. يعني بتمنى تعيطي لحكمت وانا رح اعيط لك جنى. ماشي الحال. خبروني بالشركه انك زرتينا. ايه، وما كنت انت هونيك. وقالوا لي انك ناوي تجدد الكمبيوتر بالمحل. صحيح. ولهالسبب جيت انا شخصيا لحتى اشوف شو بقدر اخدمك. ما كان في لزوم تتعذب، شغلة بسيطة وما بتحرز. انت بتحرزي. تسلم. بالواقع بدي اطور نظام الكمبيوتر بالمحل وبالبيت واربطهم ببعض، لانه اوقات كتير بكون كتير مشغولة وهيك بصير فيي تابع الشغل من البيت. فكرة كتير منيحة. رح ابعت لك شاب متخصص يدرس الوضع على الارض ويعمل لك اللي بدك اياه. انا بشكرك حكمت. بامرك جنى. طيب. بشربت قهوه. مالشي مشغول شوي، بس بوعدك انه اشرب القهوه بالبيت. اهلا وسهلا فيك، بتشرف سعادتك. باي باي. حلوة. مين؟ صاحبة المحل. مش هي شوية. حاضر. شو وصل هالزلمة لعند حكمة منعيم؟ وشو جيب حكمة لهون؟ علمي بهالأيام عم بتضلك شارد. في شي علاج لهيك حال؟ في عدة علاجات لهالمواضيع. إيه لكان وصف لي علاج. بدنا بالأول نعرف سبب الشروط حتى نوصف العلاج المناسب. صرت حكيم يا شوقي؟ يا معلمي، يلي بنحبس 25 سنة وكل سنة تنطح سنة، كل شهر ينطح شهر، وكل يوم ينطح يوم، والساعات والدقايق والثواني بتبطل تمرق بالهين. بتخيل شيء. انك تتخيل شيء وانك تعيش المأساة شيء تاني. بقى تصور كم مرة شردت ب 25 سنة حبس. وكيف قدرت تعالج هالآفة الخطيرة؟ بالحبس قدرت عالج حالي، بس هلأ رجعت لي. وكيف مريض مش قادر يعالج حاله بده يعالج غيره؟ انا علاجي عارفه، بس مش قادر لاقي الدواء. وشو الدواء؟ حب. الحب؟ انت بتمون سهر. انا ما بدي مون، انا حابب اطرح موضوع واخذ رايك فيه بصراحه. شو ناطر؟ ناطر توعديني اذا كنتي ضد ما تسعي مني، وإذا كنتي مع يكون هالشي بملء إرادتك. عم تخليني أحس إنه في شي خطير وكبير. كبير إيه، بس خطير لا. تورطنا مع أمل من 25 سنة وشفت ملا مصيبة وأنا فيها. رجعنا تورطنا مرة تانية مع أحلام. طلعت أحلام رفيقة أمل.
ورجعت لنا الماضي كله لقدامنا. شوقي ما اجاني من المرأة الا الهم وشغلة البال. ما في الا الحب النظيف هو الحل. الحب النظيف بهالعمر؟ الحب له عمر ولو يا معلمي. ما انت سيد العارفين، طالما في قلب عم بدق يعني في الحب موجود بداخله. بهالعمر بدك اللي بتحبها تكون كمان هي تحبك وما لها مصلحة تانية. للدغري أنا اليوم تغيرت المعادلات براسي. يعني؟ لما شفت هالمرأة حسيت أنك فيك توصفها لكل الأعمار، للصغير وللكبير. أي مرأة؟ هيدي صاحبة الصالون جنى؟ واسمها جنى؟ اسمها حلو؟ وبيلبق لها، في بوجه دفى، بعيونها في نظرات تخرق قلب الرجال لتوصل لأعماقه. وكل هول حسيت فيهم بهاللحظة يا شوقي؟ معلمي المرة ما بتأثر فيك من أول لحظة ما بتأثر فيك كل العمر. وعيت عهدني والهموم لحقتني، يمكن لهالسبب ما عطيت مجال لمرة تخترق مشاعري وتفوت لجوات نفسي. معلمي لشرودك بوصف لك هيدي المرة اللي اسمها جنى، وبوعدك انه ما رح تكلفك فحصية تاني. ليش؟ لأنه ما عم فكر بالزواج. ما في بنت ما بتفكر بالزواج، كل بنت بحاجة لشاب وكل شاب بحاجة لبنت لحتى يتعاونوا ويكفوا الحياة. جنى لا تفكر إني أنا بحبك بس لأنك أخت مرتي، أنا بحبك وبعتبرك بنت من بناتي لأنك أنت رفيقة المرحومة بنتي نضال، مشان هيك إلك معزة خاصة عندي. عارف ما هو ربنا ما بعت خيل العيلة بس رجع بعت لنا اياك. بصراحة في بحياتك حدا؟ يبقى الحكي بيناتنا أكيد. في بحياتي حدا وبيستاهلك؟ أنا بشوفه بيستاهلني. ليه ما بتتجوزيه؟ لأن كيف بدها تتجوزه وهو بحالة مش طبيعية؟ كيف يعني بحالة مش طبيعية؟ يعني مقعد مشلول. أنت شو عرفيك؟ وفكرك أنا نامي عم خدة حرير ونسيتك؟ شو قالك معي؟ أنا أختك الكبيرة وبعتبر حالي مسؤولة عنك. هدى روقي شوي. لمعلوماتك ما حدا مسؤول عني، أنا راشدة نفسي، بحب يلي بدي حبه وبكره يلي بدي أكرهه. خربتولي حياتي، اتركوني بقى. وقفي هون. هدى هدى. ويكون بعلمك هالمقعد يلي حكيتي عنه هو رافض يتزوجني. ليه؟ طما يظلمني عكس ما انتو عملتو. نحن اللي عملناه كان بمصلحتك وكان السبب بتعتيري. وهلا اذا بدي اتجوز ما رح اتجوز الا هالمقعد. اعطيني وقت فكر اكثر من يلي اخذتي. انت بتعرف بعد الي سنه وبتخرج من الجامعه. بعرف شيء. طب خلينا ننطر تخلص الجامعه. بدي انطر سنه تتخلص الجامعه وارجع اخذ جواب. ما قصدت هيك، بس خلينا ندرس بعدنا ويمكن انت تغير رايك. انا بدي اغير رايي. انا مش مصدق انت تقبلي. صدقني جهاد انا ما راح اخذ افضل منك. انت انسان كريم ومهذب وابن عيله وكلهم راح يحسدوني عليك. لكن شو اللي مأخرك؟ اللي مأخرني شغلي انتو الشباب ما بتنتبهولها. ممكن اعرف شو هي؟ انا بنت وحيدة عند اهلي، يمكن عائلتنا مش هالعيلة الغنية واللي عايشة بقصور، بس انا راضية بعيشتي. والزواج بقدر ما هو شغلة مهمة الي، بقدر ما هو بيلبكني لان رح ينقلني من حياة لحياة. بس الحياة اللي بدك تنتقلي لها صدقيني رح بتكون افضل بكتير من الحياة اللي انت فيها. عفوا انا ما بقصد الوضع المادي، اللي بقصده انه ما رح تحسي بغربة ابدا عن اهلك. بالعكس نحن رح نضل عندهم. انا يمكن او على الاكيد
اعتبر امك بمثابه امي. انا خسرت امي بوقت كنت بامس الحاجه لها. صدقيني كل كلمه عم بحكيك اياها من قلبي وصادقه. انا ما بشك بهالشي، بالعكس انا برتاح لك كل يوم اكثر من يوم. خلي الايام تقربنا من بعض. شو صاير بعد بكير؟ وانا معك رح اعمل كل اللي عم تطلبيه. اذا بدك تنطريني دهر رح انطر، بس بفرجيك خليني احس بيوم انه امانك كلها كانت وهم. وين هنت؟ راحت مع زهاد بيت منعي. شو بيك؟ بس عم تطلع فيي هيك؟ عم تخبريني ومتخي ومحمسي، عجبت. يعني لو راحت مع غسان كان احسن؟ الاحسن انه ما تروح مع حدا، تبقى ببيتها وتهتم بدروسها. يا رامز الحياة مش بس درس، البنت بدها تغير جو. البنت لازم تعرفي وين رايحة ومن وين جاية. شو يعني؟ يعني انه مش المهم تكون مع جهاد بيك منعم، المهم هالبيك هيدا بده يتجوز. أكيد بده يتجوز. إذا بده يتجوز يشرف ويحكيني، ونحن علينا نوافق أو لا، وعلى هالأساس بتظهر البنت معه أو لا. وعشو مسنود دخلك تعم تحكيني من منطلق قوة؟ عم بحكي من منطلق إني باي وعندي كرامة وبهمني مصلحة بنتي والأصول. الأصول بتقول إنه البنت لازم تظهر معه وتقعد هي وياه، يتفاهموا يحكوا يدرسوا عقلات بعضهم. أبيسوى شي يدرسوا عقلات بعضهم هون؟ أو المشاوير والروحات والمجات بتخلي الإنسان يدرس أحسن؟ ليك رامز الله يخليك، هلا بس تجي البنت اقعد احكي أنت وياها. أنت أمها وأنت اللي لازم تحكيها وتوعيها. أنا بتدخل بالأمور المستعصية. أمور المستعصية؟ ولك آخ آخ ما باخد منك غير نظريات. هلا بطل تعجبك نظرياتي. نظرياتك كتير منيحة بس بالمدرسة. مع التلاميذ، مع المدير اللي بيقول لك برافو يا رامز، عفاك يا رامز، بس بالحياة نظرياتك ما لها قيمة. سهام انتبهي شو عم تحكي. منتبهة، النظريات ما بتنجي تقم الفطاي، النظريات ما بتغير البراد اللي عم بشر مي، ولا بتغير السيارة اللي عم بتروح زيت، نظرياتك بالكتب وبس، برات الكتب بتصير صفصفة حكي. إذا ما شكيتي على راسك أنت وبنتك ما بيكون اسمي رامز. ريتني شك عراسي وموت بقى ارتاح منكم ومن النظريات. الموقف حساس وما لازم تتعاملي معه بهالطريقة. بأي طريقة بدك كان اتعامل معه؟ تحاولي تستوعبيه تتفهميه، جانا حساسة وما بيجوز نحكمها كونها حبت وأخلصت. وين بعد في منه هالحب؟ الحب دائما موجود هيك بهالطريقة بهالجنون؟ ليش الحب شو قلو تسمية تانية إلا الجنون؟ أنت هلأ لما حبيتني جنيت؟ وبعدني مجنون فيكي لهلأ. هذا كلام سياسي بفهمك. ليش السياسي ما بيحب؟ ما عنده قلب مثله مثل كل هالبشر؟ عنده بس بيحكي شي وبيدمر شي تاني. هذا بيكون متعدي على السياسي. السياسي بفهمه موقف وموقف صريح. وشو موقفك هلأ من جنى؟ ياريت تعفيني من هالمسؤولية. أوكي هدى، لطالما كنت وببقى أول من دافع عن حقوق الناس، فكيف بدك ياني ارفع الشعار وبنفس الوقت اطلب من البنت تتخلى عن حبيبها وهو بأشد الحاجة إليه؟ بس من زمان كنت تعارض هيك زواج. كنت عارضه لأنه كان بيتهيأ لي ممكن تاخد أفضل منه، ولكن كلكن هيك بتكون فما حبيت زعلكم. هيك لكان؟ ايه بس هلأ الموضوع اختلف، الولد مريض وما فيني إلا وأتعاطف معه. وبتقبل بيوم من الأيام يكون عديلك مقعد؟ بجاوبك على سؤال وقت لهالشي بيقرب يتحقق. عادل لازم تفكر بالموضوع بجدية، اختي بعرفها عنيدة. بعرف انه اختك عنيدة ومش هذا اللي بطمن لي بالي. لكن شو اللي بطمن لك بالك؟ عبر التاريخ قصص الحب الكبيرة ولا مرة انتهت بالزواج.
بالنهاية أنا عم بنتقم من حالي، لأن كل شي عم بعمله ما عم بحس فيه، خسان على طول واقف حاجز بيني وبين أي شخص تاني بحكي معه. ليه؟ إيهاب، لازم نتزوج، لازم نتزوج. بترشيكش أنا ما بقى أجيب هالسيرة. أنا اللي بترشيك، عمرنا عم بيروح هيك، كل يوم عم نكبر عن يوم، أعطيني فرصة أبقى حدك على طول. جنى أنا مش إلك. كل عمرك أنت إلي وأنا إلك. كان يا ما كان. هيدا بالماضي. لو تزوجنا كان يمكن نكون أسعد زوجين. لو طلبتي مني القمر كان يمكن طلكي. بس هلا أطلبي مني كباية مي ما فيي طلكي. وعي جنى. وعي. خليكي بالواقع. حماسك عم بزيد بإحباط، وكل لحظة بيخليني أحس بعجزي. هيدا لأنك بطلت تحبني. هي مجنونة أنت. مجنونة. كل الدنيا بكون. بحب لك كون تاني. بس الحب عم يتحول لمستحيل. بيتحول لنور ما فيها نلمسه. الحب ما بيعترف بجسد. حب عشق روح للروح. كلام ما بنقول انه بيعزيني وبيعطيني قوه لاستمر، بس لايمتى جنى؟ لايمتى؟ حكمة بيك، في رساله لحضرتك. من مين؟ كيف تستلمي مكتوب ما بتعرفي من مين؟ فوتي لهون. أنا بعتذر حكمة بيك، بس هو كان كتير مستعجل وقال ضروري كتير وصل لك الرسالة. مين هو يعني؟ من قبل مين جاي؟ ما بعرف، قال وقتها تقرا الرسالة بتعرف. مش لازم نفهم الهدنة ضعف ولا مميعة. بنصحك نتقابل تننهي الموضوع، وإلا الحرب بلشت بيناتنا يا حكمة منعم. أحلام. تفضل استاذ شوقي. شكرا. إذا بتحب بفصل لك حكمة بيت كمبيوتر للمكتب. لا شكرا، أنا راسي هو الكمبيوتر اللي بستعمله. واضح من شخصيتك هالشي. ما فهمت. بيتهيألي بتملك شخصية قوية وعندك خبرة بهالحياة. وكيف عرفتي؟ ولو بالرغم من الغموض اللي بيلف شخصيتك، بتبقى الطيبة اللي بقلبك هي الأقوى. يخرب بيتك يا ميري، اللي بيشوفك لأول وهلة بيقول هالبنت بتستحي والبسينة بتاكل عشاها. تقصد بسيطة؟ لا ولو ما وصلنا لهون. استاذ شوقي انا بدي صرفك. حكمة بيك قالت اهتم فيك وامن لك كل طلباتك. انا بدي سلامتك يا بنتي. بترجيك ما تقلي يا بنتي. ليه؟ ما انا لو ربنا رزقني بنت بدل الصبي كانت هلا بعمري. معقول تكون بتشبهه هالقد؟ لمين؟ للبابا الله يرحمه. بشوفها واقفة مثل قلب النهار، بيقول هالبنت ما عندها هموم، طلع عندها مصيبة أكبر من مصيبتنا. أيمتى في مجال نتغدى سوا؟ بتسائب غير مرة، اليوم صعبة. على كل إن أنا بشكرك إنك فكرت فيي. إذا بدك تشكريني ولا بد تقبلي دعوتي. ما في يوم محدد، بس تكوني فاضية بنطر منك تليفون. وتأكدي انه إلي الشرف اقعد مع انسانة مثلك. ان شاء الله بشوفك بوقت قريب. باي.
طبيعي تتغنجي بأول الأمر وبعدين بيجي دوري. نعم ستنا. تعرف سالون جنى؟ في حدا ما بيعرفه؟ بدي منك هاليومين تراقب لي السالون كتير منيح وتراقب لي صاحبته منيح. وين بتروح؟ مين بيكون معها؟ حاضر. اوعى تروح تراقب لي الشغيلة اللي بتشتغل عندها. ما ينشغل بالك، صاحبته اسمها جنى. شو عرفك؟ صديقتي بتشتغل عنده. عم تحكي جد؟ إذا بتحبي تتأكدي بجيبها لهون تتعرف عليها. لا لا لا، خليها هونيك، بس جيب لي الأخبار منها. حاضر. الدنيا شو ضايقة. أحلام تعبتني، مش حالي عني. يعني حتى لو وصلنا لاتفاق معها مش لازم تبقى هون. هو الأفضل مش لازم تبقى طيبة. أنا ضد مبدأ القتل شوي. فيك تحارب الشخص بأي وسيلة شرط تبعد عن التصفية الجسدية. بس إذا توصلت لاتفاق أنت وأحلام فيك تضمن أنها تحافظ على الاتفاق؟ ما هو نسيت اسألك، غسان رح يكون ضمن الاتفاق؟ وشو دخل غسان؟ كيف شو دخل غسان؟ ما أحلام مش حالي عنه. صحيح. طالما عارف ليش عم تسألني؟ تشوف ثقافتك. ثقافتي عدم، بس معلوماتي دقيقة. شوقي، غسان ما لقى شي بنت حلال يحبها. هو كان في بنت يحبها وتحبه، بعدين فاتت على الخط الست أحلام. ومين هالبنت؟ حسب ما بتقلي أختي اسمها هند. هند شو؟ هند خليل. بنت معلم المدرسة؟ ليش ما بتقولي شو بكي؟ ما بني شي. بس عيونك بقولوا بكي شي. شو بده يكون بني؟ يمكن تكوني بحاجة تتحكي مع حدا. افترضيني أنا هالحدا وبوعدك إنه بكون إلك إلا رفيق مش بي. لطالما كنت رفيق إلي بس مش عارفة شو عم يصير. عم تشوفي جهاد منعي؟ ايه عم شوفه. صدقيني ما بعرف شو بدي اقول. يمكن عقليتي غير عقليتك وعقلية هالجيل. بس بدل في منطق ماشي مع كل الاعمار وبيتماشى مع الاجيال. صحيح. والصحيح اكثر انت شو بدك من جهاد مني؟ نحن قصرنا معك بشي؟ ابدا بابا. يا بنتي لو رجعت الي بتمنى افرش لك طريقك ورد وحط كنوز الارض كلها بين ايدي. بس المال مش كل شي يا بابا. عفاكي كنت خايف اسمع منك غير هالكلام. يا بنتي اذا كنتي بتحبي جهاد منعم ما توقفي، بس ما تحاولي تتاخري باخذ القرار بالزواج. واذا كنتي ما بتحبيه تركي وما تطلعي لورا. لشو هيدا حكمة بلادي؟ للدفاع عن النفس. واذا بدك لوقت الحشرة. لأن احنا هلا محشورين. فيك تقول هيك.
وهذه كمان لك. رخصة حمل سلاح؟ مع انه منا سهلة ابدا. طلع رخصة حمل سلاح لانسان بقي 25 سنة بالحبس وبرضه أصرت وطلعت لك اياها. بس بعد ما فهمت ليه؟ هلا صار عندك مكتب بالشركة. فشغلك انك تبقى واقف حدي مثل خيالي. ومهمتك انك تعتبر احلام كامل العدو الاول. يا حكمة بك، انت بيلزمك شاب باول عمره كله حيوية. ما راح يكون عنده خبرتك. بس انت قادر تحط مش بس شاب، 100 شاب يأمنوا لك حمايتك. انا بحاجة لك انت. ايه او لا؟ خذ مسدسك. يعني ما بدك؟ بدي الرخصة بس. بشو بتقوص؟ بيدك؟ لما رفعت مسدسك بوجهي وقت اللي كنا بالسيارة مسدسي كان معي. يعني؟ بنصحك خبيه بالبيت حتى تعالج الموضوع مع شي حرامي مش أكتر، والباقي اتركه علي. حط الرقم اللي بدك اياه. يا ريت بتحول هالتشيك لغسان. ابنك غسان. شو لك بالعادة تحكي انت عم تشتغل؟ مع الوقت في بعض عوايد الانسان بتتغير. المهم ما يتغير الجوهر. تعرف شو اللي بحبه فيك؟ شو؟ طيبتك. شو اللي ما بتحبه فيي؟ مواقفك. تقصد خوفي؟ مرات في ظروف بتخلي الإنسان يخاف. مرات الخوف بيكون مجزر بداخل الإنسان. في مثل بيقول طلب الموت بيكره عدوك. صحيح. أنت طلبته وخاف منك عدوك. بس أنا بخاف يكون إلي عدو. لأني بكره العداوة. ومع هيدا وكله معادي معرينا. أنا ما معاديها، هي معاديتني. ليه؟ كرمالك. كرمالي أنا؟ ربيع عاوزك بمكتبي. شو مني؟ حكمة بيك عاوزك. حاضر. ارتاح ربي ارتاح. مزبوط أنا بحاجة لريحة. إيه شو في شي جديد؟ ماشي الحال، كل شي عالي العال. وهذا اللي شفته وصراحة تفاجأت فيه. تفاجأت إذا كل شي منيح؟ أنا بهمني تراقب غسان، وما بهمني إذا علاقة فيه بترجع طبيعية. شو بك سكرت؟ يا ريت بتعفيني من هالمهمة. كيف يعني؟ يعني أنا موظف بهالشركة مش مخبر. مع العلم إني بحبك وبحترمك. طيب، شوف شغلك. حرف. شو مبين ما عم فز؟ الحكيم قال لي إذا الجرح كان بكرامتك بيخلق عندك ردة فعل بتعكس النتيج. والظاهر معه حق. هالمرة ما حاسس برشفة. يعني يمكن تعمل شيء ما يكون مبرر. وهذا اللي عملته. بطلت أرجوف. عم فكر ارفع تقرير لرئيس مجلس الإدارة عن حالتك النفسية والعصبية. يسوى. وإذا بتحب تزيد كلمة إنه في ناس بتخلق عبيد وفي ناس بتخلق أحرار. شو بتقصد؟ أشرف كون مجنون وحر. من عائل وعبد. مش حق عليكم، حق عبي اللي مكبلكم راسكم علي. انا بعرف كيف بدي انتقم منكم ومنه. بيشبه
بحواجبه، بتدويرة عيونه، كل شي فيه بيقول هيدا ابن أمل. بيك شي حكمت بيك؟ لا لا، يمكن شردت شوي. غسان، بدك توصل على هذا العنوان. صالون جنى؟ هيدا عنوان المحل اللي اشتريت من عنده البراد. في بنات كتير حلوين هونيك بيشتغلوا. اوعى تطلع بوحده. غسان؟ نعم. عرفت المحل؟ اكيد، المحل مشهور. لكان بتروح عليه وبتتعرف على صاحبته دموازيل جنى، وبتقلها انك جاي من قبلي، وهي بتقلك شو بدها تعمل. حاضر. قلي غسان. نعم. في شي مضايقك؟ ابدا. جهاد عم بيزعجك شي؟ لا 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 ابدا حكمت بيك. وكيف هالست احلام؟ عم جرب اطلع من الموضوع مثل ما وعدتك. اللي عنده صبية حلوة مثل هند خليل ما بيطلع بمرأة مثل أحلام. مين خبرك عن هند حكمت بيك؟ ديات؟ بتفهم خجلك لأنك صادق بمشاعرك، بس بستغرب ليه لحد هلأ بعد ما تزوجت البنت اللي بتحبها وبتحبك. ظروفها وطاقتي حكمتني حكمت بيك. مش يمكن نلاقي لها حل لهالظروف؟ أنا بشكرك، عم تفكر فيه مثل بيي اللي بعده طيب، الله يرحمه. وكيف مات بيك غسان؟ يا ريت بنحكي بالموضوع مرة تانية حكمت بيك. وفجأتين بفرض وقت صعبين كتير علي. بعتذر يا غسان. بالعكس أنا بشكرك. وتأكد إذا تعرضت لأي مشكلة ما راح التجأ لغيرك. يا ريت. يا ريت. عن إذنك. يا ريت خيك جهاد عنده شخصية مثل شخصيتك، بس الظاهر إنه الفقر بيعمل رجال. في أعرف شو اللي بيخليك تزلي قدام ناس غرب؟ مين تقصد بالناس الغرب؟ غسان شاكر وفيق وربيع. وكيف زليتك قدامهم؟ رجعت غسان على الشركة بوقت انت عارف شو اللي عملوا معي. اللي عملوا معك ما بيبرر طرده من الشركة وقطع رزقه. واللي عملوا بالشركة مش كيف تطير بالشغل؟ ما بعتقد انك حابب تطيره كرمال هالأسباب. لكن كرمال شو؟ كرمال بنت معلم المدرسة. حبيبتك هند خليل. شو بيك سكتت؟ شو دخل هند بالقصة؟ ما هي هند كل القصة. وكرمال بنت رح نخربط الشركة. وكرهك لغسان من تحت راس هند مش عطر. مين قال لك؟ غسان شاكر؟ لا، غسان شاكر موقفه أشرف من موقفك. غسان شاكر عم بيشتغل بصمت، عم بيتلقى الضربات بصمت، عم بتشلحه حبيبته وهو صامت. ليه؟ لأنه غسان فقير وما في حدا بيظهره، وإنت بيك حكمت منعم؟ حكمت منعم معي؟
حكمة منعي مع الغريب ضدي. غسان شاكر مش غريب. لكن شو؟ شو بيقربك لحتى عم تضيع ابنك؟ بيقربني لأنه بلا أم وبلا بي. وأنا بلا أم. موقفك هيدا عم بتخليني أحس إني بلا بي كمان. خلاص!